أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم ونبدأها بالعناوين. بعد قمة مصرية مجرية، السيسي يؤكد موقف مصر بشأن ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وخلال قمة مع تجمع فيشغراد، السيسي يؤكد نجاح مصر في احتواء الإرهاب ويطالب بمواجهة مسببات الهجرة غير الشرعية. مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة ويوجه برصد ربع مليار جنيه لإحياء منطقة إسنا التاريخية في الأقصر. إلى التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بشأن ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشددا على أن مصر لا ترغب إلا في الحفاظ على حصتها بمياه نهر النيل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجر يانوش أدير عقب قمة جمعتهما بالعاصمة المجرية بودابست. من جانبه أكد رئيس المجر استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في مجال المياه. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد يانوش أدير رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست، وذلك في إطار اليوم الثاني للزيارة الرسمية لسيادته للمجر. وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أجرى مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة مع رئيس المجر، حيث أعرب سيادته في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال المجري، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية المجرية المتينة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات المجرية في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المجري رحب بالسيد الرئيس والوفد المرافق له، معربا عن تقدير المجر لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وقد أكد السيد الرئيس من جانبه أن الاستثمارات والصناعات المجرية لديها فرصة كبيرة حاليا للوجود في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية، خاصة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا سيادته الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع المجر وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية. كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الجاري بين البلدين الصديقين في مجال الموارد المائية وإدارتها، خاصة ما يتعلق بمحطات معالجة المياه. كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن. في حين أعرب الرئيس المجري عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكدا أن تسوية هذه القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة الليبية والأوضاع في أفغانستان والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا. تكريما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقام رئيس جمهورية المجر السيد يانوش آدر مأدبة عشاء للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته. هذا وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشغراد الذي يضم كل من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا. وتناول الرئيس السيسي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات العديدة التي تموج بها المنطقة، وعلى رأسها تعدد الأزمات في عدد من الدول وانهيار مفهوم الدولة الوطنية إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول، وهو ما يفرض بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع ولتحقيق الأمن والاستقرار والسعي إلى حلول سياسية لتلك الأزمات. وأضاف الرئيس السيسي أنه في مقدمة التحديات التي تواجه المنطقة وكذلك إفريقيا خطر الإرهاب، وهو التحدي الذي نجحت مصر إلى حد كبير في مواجهته واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضا الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية. كما أكد الرئيس السيسي أنه بالتوازي مع مكافحة الإرهاب وما ينجم عنه من زعزعة الأمن والاستقرار، تنشأ مواجهات الهجرة غير المشروعة على خلفيات متعددة، من بينها التردي الاقتصادي وتأجيج الصراعات الداخلية في بعض الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، من خلال تدخل بعض الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية لهذه الدول وتأليب الهويات المختلفة ضد بعضها، الأمر الذي يتسبب في موجات ضخمة من اللجوء والنزوح. وشدد الرئيس السيسي على أن مواجهة الهجرة غير المشروعة بفعالية تتطلب في المقام الأول معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفي مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية والتصدي بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول لاستغلال هذه الصراعات لاستعادة الدول الوطنية.
ومؤسساتها لمقاليد الأمور في هذه الدول، مما يتطلب موقفا قويا من مختلف الدول والكيانات ومن بينها الاتحاد الأوروبي، رغم نجاح الجهود المصرية أكثر من غيرها في وقف الهجرة غير المشروعة عبر حدودنا البحرية بشكل تام منذ عام 2016. من جانبهم، أكد زعماء دول تجمع فيشغراد تثمينهم البالغ لجهود الرئيس السيسي في قيادة مصر في إطار من السياسات المتوازنة والثابتة وشديدة الاعتدال، والتي انعكست في نجاحات كبيرة تمثلت في دحر الإرهاب في مصر ووقف موجات الهجرة غير الشرعية، مؤكدين أنهم سوف يبذلون جهودهم داخل الاتحاد الأوروبي لتوضيح ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق. وخلال مؤتمر صحفي عقب القمة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جائحة كورونا أثبتت الحاجة لتعزيز التعاون الدولي، كما أكد أن مصر حرصت على تطوير صناعة لقاحات كورونا ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، لكن أيضا لتوفيره لدول القارة الإفريقية. في ظل إدراك مصر لخطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول، فقد حرصت مصر على السعي لتوطين صناعة اللقاحات ليس فقط لتلبية احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا للتصدير إلى القارة الإفريقية في محاولة منا لرأب الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة في تلقي اللقاح، ونتطلع في هذا الصدد للتعاون مع دول التجمع لتحقيق هذا الهدف. هذا وقد أكد الرئيس السيسي أن مسألة الهجرة غير الشرعية تحتاج لشكل أعمق من الحوار، لأنها تعكس شكلا آخر من أشكال حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المهاجرين. وقال الرئيس السيسي أن مصر تستضيف 6 ملايين مهاجر يتمتعون بنفس حقوق مواطنيها، مشددا على أن مصر لا تستضيف معسكرات للاجئين، بل إنهم يعيشون حياة كريمة كمواطني مصر. الهجرة غير الشرعية كعنوان هي تعكس شكل من أشكال حقوق الإنسان اللي مفقودة في منطقتنا، إن بس من منظور مختلف، مش منظور فقط التعبير عن الرأي والممارسة السياسية، ولكن أيضا حقوق أخرى كثيرة جدا لم تتوفر بعد في منطقتنا. وهل الدول الأوروبية مستعدية أن تساهم وتشارك في مع هذه الدول لتحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية ويمكن الثقافية، حتى نصل إلى مقاربة مختلفة لفهم فيما يخص حقوق الإنسان اللي احنا دايما بيبقى موضوع جدلي بيتم بين أنا بكلم على مصر على سبيل المثال وبين أصدقائنا الأوروبيين؟ أنا مش رافض إن احنا نناقش هذا الموضوع ونتكلم فيه، ولكن من أي مقاربة؟ من مقاربة اللي انك توفر حياة كريمة لمائة مليون مصري. طب وانتم مستعدين كأصدقاء أوروبيين ودول مهتمة بحقوق الإنسان ان توفر لنا ذلك؟ انتم مستعدين توفر لنا فرص ان احنا نبقى ليه توأمة مع جامعاتكم الأوروبية المتقدمة، انها تبقى موجودة مع جامعات مصرية حتى تقدم نوع من التعليم الجيد الذي يناسب متطلبات العصر؟ هل انتم مستعدين ان انتم تنقلوا جزء من الصناعة في بلادكم لبلادنا توطنوها حتى نوفر فرص عمل لأكثر من 65% من شعبنا من الشباب؟ هل انتم مستعدين تعملوا ده؟
ولا احنا بنطلب مطالب؟ هذه المطالب فقط القيادة السياسية الموجودة في الدول مطلوب ان هي توفر المعايير اللي انتم متصورينها. انا اتصور احنا محتاجين يبقى في شكل اعمق في النقاش والحوار بيننا فيما يخص هذا الامر. صحيح في مصر لم تخرج مركب هجرة غير شرعية، بس انا عايز اقول نقطة مهمة. كل الهجرة اللي جت لمصر من الدول الافريقية ومن الدول اللي كان فيها مشاكل وصلت حتى الان في مصر لستة مليون. 6 مليون مواطن ومواطنة من افريقيا ومن دول اخرى حصل فيها عدم استقرار. بس مصر ابت من منظور حقوق الانسان انها تسمح بالمزايده بهذه، احنا بنسميهم في مصر ضيوف، ما بنسميهمش لاجئين، وما عندناش معسكرات للاجئين في مصر. وفيما يتعلق بملف حقوق الانسان، اكد الرئيس السيسي ضروره ان يتفهم الاصدقاء الاوروبيون ان القياده المصريه تحترم شعبها، وشدد على ان قياده مصر مسؤوله عن 100 مليون مصري وتسعى باصرار لتحقيق التقدم والتحضر والازدهار في المجالات كافه. مصر دوله تسعى باصرار وبعزيمه قويه جدا من اجل التقدم والتحضر في كافه المجالات. والجهد اللي بذل في مصر خلال ال7 سنين اللي فات هو خير دليل على ذلك. حتى نوفر حياه كريمه، احنا في مصر اطلقنا مبادره تستهدف تحسين حياه 60، انا بقول هم 58 مليون، 60 مليون انسان في الريف المصري. بكل ما تعنيه هذه الكلمه من وما تحمله، الرقم اللي محطوط لهذا الامر يقارب بسوية مليار جنيه مصري في 3 سنوات حتى نغير حياة الناس في كافة المجالات، في التعليم، في الصحة، في أنا آسف يعني في الصرف الصحي، في محطات المعالجة، في الطرق، في مياه الري، كل شيء. أقصد أقول في ده إيه؟ أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها بشكل كامل، والحقيقة يعني مش مناسب ابدا ان انتم تشعرونا. انا ما حصلش انقاذ زي كده هنا، عشان بس ما حدش يتصور ان كلامي ده انعكاس لحاجه حصلت في اللقاء، لكن انا بتكلم لان تفهم اصدقائنا في مجموعه الفيش جراد اللي ما يحدث في مصر هو مهم ولكنه لا يكفي. انا يهمني ان اصدقائنا الاوروبيين ايضا يبقوا متفاهمين ما يحدث. نحن قياده تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه. مش محتاجين أبدا أن حد يقول لنا أنتم معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز. لا لا، أنا مسؤول عن إحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، ده أمر ليس باليسير. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يعيش مرحلة دقيقة تتطلب بذل جهود حثيثة والتكاتف لمواجهة تحديات الجسام التي زادت من حدتها جائحة كورونا. وخلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي 15 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي تنظمه الصين، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر شرم الشيخ في عام 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي. نعيش اليوم مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام أمامنا والتي زادت من حدتها جائحة كورونا، حيث لازلنا نتعامل مع آثارها السلبية على كافة المستويات. ولقد جاء تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي الصادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم وسياسات التنوع البيولوجي ليدق ناقوس الخطر إذا التدهور السريع الذي يشهده التنوع البيولوجي في السنوات الأخيرة، والذي أصبح ينذر بكارثة عالمية ما لم تعزز دول العالم أجمع من جهودها لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكثر استدامة وأكثر وعيا بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وسلامة الأنظمة الحيوية لمستقبلنا على هذا الكوكب. وإدراكا منها لذلك، فقد عملت مصر بجهد دؤوب
منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ في عام 2018 على إطلاق مرحلة جديدة للعمل الجماعي لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ. وعلى الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، فقد استطاعت الرئاسة المصرية للمؤتمر تحقيق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد، ونأمل أن تشهد الفترة القادمة تنفيذا فعالا لتلك الأهداف يعوض ما لم يتم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية. هذا وقد أضاف الرئيس السيسي أن مصر طرحت في عام 2018 مبادرة طموحة بين جميع جوانب العمل البيئي لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ولمواجهة تغير المناخ ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضي. السيدات والسادة، إن ما شاهدناه على مدار قرابة عامين ماضيين يشير إلى الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وبين علاقته بمحيطه الحيوي. ومن هذا المنطلق فقد سارعت مصر في عام 2018 بطرح مبادرة طموحة بين كافة جوانب العمل البيئي لتحقيق التناغم والتكامل بين جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية ووقف تدهور التربة وتصحر الأراضي، إيمانا منها بما لهذه الجهود مجتمعة من أثر إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وإن مصر استشرف بتسليم رئاسة المؤتمر إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، فإنها واثقة في قدرة الجانب الصيني على مواصلة هذا العمل المهم الذي تطمح إليه شعوبنا لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية على كوكبنا، وأننا نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق هذا الهدف، متمنين للجانب الصيني النجاح والتوفيق في تحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة. وجه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمنطقة إسنا التاريخية برصد 250 مليون جنيه لإعادة إحياء المنطقة ضمن خطة الترويج لمحافظة الأقصر في ثوبها الجديد. وخلال جولته بمحافظة الأقصر تفقد رئيس الوزراء أعمال الترميم بمعبد الكرنك وطريق الكباش ومركز زوار معابد الكرنك، إلى جانب أعمال الحفائر أسفل جزء من مبنى كنيسة العذراء مريم. جولة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في محافظة الأقصر، بدأها بتفقد أعمال الحفائر أسفل قصر توفيق باشا إندراوس المتاخم لمعبد الأقصر، حيث أشار أمين عام المجلس الأعلى للأثار إلى آخر نتائج الحفائر بالموقع، ومن بينها عملات برونزية رومانية وبشائر لجدار من العصر الروماني ظاهر على الأرض وجانب من مخزن قديم وبعض بعض الأيقونات الأثرية لعصور تاريخية. الدكتور مصطفى مدبولي تفقد أيضا أعمال الحفائر أسفل جزء من مبنى كنيسة العذراء مريم تم إزالته، حيث تم استخراج ثلاثة كباش مميزة، واستمع إلى شرح لمدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول الموقف التنفيذي للمنشآت البديلة لكنيسة العذراء مريم، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المبنى الإداري البديل للكنيسة بالكامل مع إتمام أعمال ربط المرافق على الشبكات العمومية، وتم نقل المهمات الخاصة بالكنيسة إلى مبنى الكنيسة البديلة وسلم المبنى إداريا لمسؤول الكنيسة. الدكتور مصطفى مدبولي تابع أعمال التطوير بمركز زوار معابد الكرنك، حيث أوضح وزير السياحة والأثار ما تم بالمركز من تجديد للدهانات والإضاءة وترميم مكت معابد الكرنك وتجديد وإحلال الأرضيات وزراعة أشجار النخيل في بعض المواقع. وفي قرية الدير بمركز إسنا تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، حيث تابع تبطين ترعة الزرقاني ضمن تأهيل ثلاث ترع تخدم القرية،
وتفقد الدكتور مدبولي منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، مؤكدا سعي الدولة لتوفير سكن لائق لمواطنيها في مختلف المناطق غير المخططة، كما تفقد أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي التي تخدم القرية. وخلال جولته بقرية الدير، تابع الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات المرحلة الأولى التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وزار عددا من المدارس، ووجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة المباني، وأشار إلى العمل على تقليل الكثافة بالفصول من 70 إلى 33 طالبا. واطلع الدكتور مدبولي على موقف أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرية، والذي يضم السجل المدني والشهر العقاري والبريد ومكتبا للتموين وآخر للتضامن الاجتماعي ووحدة محلية ومركزا تكنولوجيا. واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مركز طب الأسرة، واستفسر عن أعداد المسجلين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موجها بسرعة تشغيل مبنى مستشفى القروي بقرية الدير المبني منذ عام 1998 ليخدم الأهالي مع نهاية الشهر الجاري، وذلك في استجابة لطلب أحد المواطنين. جولة شاملة لرئيس مجلس الوزراء بالأقصر تعكس حرص الدولة والحكومة على تحسين حياة المواطنين في كل مكان من أرض الوطن. إيمان التوني، التلفزيون المصري. أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن ضباط الصف والصناع العسكريين هم أحد السواعد القوية التي تعتمد عليها القوات المسلحة لبناء قوات مسلحة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بواجباتها. وخلال مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين، نقل الفريق أول محمد زكي تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لخريج الدفعة الجديدة ولأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالمعهد. أهلا بحضراتكم، وهذه الجولة الصحفية نبدأها من موقع بوابة الأهرام الإلكتروني. الرئيس السيسي: نتطلع لتطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع دول تجمع فيشغراد. نذهب لموقع الجمهورية الإلكتروني: الرئيس المجري: مصر تلعب دورا إقليميا كبيرا في المنطقة. موقع الجمهورية الإلكترونية: الحكومة تنفي تقديم وزارة المالية لمشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس حار على القاهرة وجميع الأنحاء، لطيف ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة. أحداث 24 ساعة انتهت. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.